الشمس مصدر كهرباء رئيسي لأكثر من 1000 مسجد في المملكة الأردنية، خطوة بدأت منذ عام 2014 لاستخدام الطاقة البديلة. المشروع وفر لوزارة الأوقاف الأردنية كثيراً من نفقاتها في وقت بسيط وبشكل ملحوظ. سابقاً كانت تتراوح أكثر من 10 ملايين دينار فاتورة الكهرباء على وزارة الأوقاف، وحين تصل إلى 15 مليون دينار، لكن عندنا تراكمات سابقة، لكن هذا الوفر واضح حالياً في المساجد، وخاصة أنه كانت الدراسات تعنى بالمساجد الأكثر استهلاكاً لفاتورة الكهرباء وارتفاع فاتورة الكهرباء فيها، فلذلك كانت الجدوى الاقتصادية كبيرة. من هون نزلت فاتورة الكهرباء في المملكة بشكل عام على وزارة الأوقاف، وظهر ذلك من خلال الفواتير التي يعني صدرت للمساجد اللي تم تركيب أنظمة طاقة شمسية إلها، في غالبها وصلت إلى الصفر حقيقة. الشمس تعد طاقة متجددة نظيفة، وبالعديد من التطبيقات يمكننا الاستفادة من أشعتها عبر تحويلها إلى طاقة كهربائية نستطيع تطويعها في جميع مجالات الحياة. ومؤخراً اتجه العالم أجمع لمصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح بعد أن أدركوا مخاطر الاعتماد على الوقود التقليدي فقط ولغير ذلك من الأسباب. إحنا يجب أن نعتمد على مصادرنا الذاتية، وبالتالي الشمس عبارة عن مصدر ذاتي لا تستطيع جهة أنها تحجبها أو تمنحها عن الوصول الوصول إلنا، وبالتالي هي مصدر إنه ذاتي إنه يوفر علينا العملة الصعبة. طبعاً السبب الثالث إنه بالإضافة إلى بعد بيئي، بنعرف إحنا الطاقة المتجددة لا تنتج الغازات اللي هي الدفيئة اللي بتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، واللي إحنا بدينا نشعر فيها ونعاني فيها منها في الأردن وفي دول الجوار. تجربة الأردن رائدة بكل المقاييس، فتبعاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فإن الطاقة تمثل تحدياً محورياً يواجه العالم أجمع، والجمعية تهدف لضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة باستخدام مصادر متجددة وبتكلفة ميسورة، وكل ذلك قبل حلول عام 2030.